من جانبه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس شتولتنبرغ أن الحلف لن يسمح أبدا بأن تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين على حد تعبيره. ورحب شتولتنبرغ في بيان بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال قوات أمريكية إلى أفغانستان، مشيرا إلى تطلعه للتعاون مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس والدول الأوروبية في هذا الشأن. وأشار شتولتنبرغ إلى أن الحلف أرسل 12 ألف جندي إلى أفغانستان، كما تعهدت 15 دولة بإرسال المزيد إلى هناك.